السلام عليكم، اخباركم واموركم وصحتكم. اليوم في شمس والفيديو برا، يمكن الصوت يكون واضح بس ما مشكله، يمكن تكون فاهمين اي شيء. الفكره بتاعت الفيديو انه انا عايز اوصل حاجه لناس السودانيين، الشعب السوداني، يمكن الدول العربيه برضو، انه ما شرط انه يكون في جيم عشان انت تتمرن، ما يعني شرط انك تدفع قروش كثيره وتمشي محل بعيد عشان تتمرن. فبالنسبه لانه في السودان انه الجيمات يعني انت عشان تمشي جيم بتكون عايز لك، لو ما عندك عربيه، مواصلات وتكاليف وحاجات كثيره، وغير كده انه الجيم بيكون بعيد، وثاني شيء يمكن يكون غالي بالنسبه يعني كثير من الناس الجيم بالنسبه له تكلفه عاليه عاليه شديد. فعشان كده حبيت اعمل مبادره او يمكن فكره اطرحها للناس حسب يعني حبتها ما حبتها. فانا بطرح الفكره واول زول داعم لها اللي هو نعمل لكل حي اللي هو حاجه كده صغيره اللي هي البار ستايل او اللي هو ستريت ورك اوت او الحاجات اللي شو يعني محل عقله، محل بوش اب، محل مثلا تمارين بطن، يعني حاجات بسيطه. يعني يمكن لو مشينا لحداد ما تكلفنا مثلا 30-40 دولار بالنسبه للحي كله، والحي كله بيستفيد منها، والناس بتكون يعني ما شرط تمشي الجيم. فعملت الحاجه دي نسبه لانه ناس كثير عايزه تتريض بس ما لاقي جيم، عايزه تتمرن ما لاقي جيم، الجيم بعيد، الجيم مثلا مكلف، الجيم يعني مثلا الليله مقفل، حاجات كثيره. فبالنسبه للسودانيين سهله، الموضوع حديد او اللي هو حديد وحداد زول يعني اسمنت او اللي هو خرسانه واسمنت، والموضوع بسيط جدا. فممكن تشوفوا معي هسي او اديكم نظره بسيطه للموضوع، يعني ممكن تشوفوا معي. يعني مثلا اللي هو حاجه زي دي كده تثبت في الارض، ممكن تثبتها في الارض بالخرسانه، تمام؟ فوق اللي هي حديده نفس الحكايه، طويله قصيره، الموضوع منتهي، يعني ما حاجه صعبه. فانا حنزل الفيديو ده او نزلته عشان اطرح المبادره دي لكل الناس، وحاعمل انه يعني اللي هي في الصفحه بتاعت جمع التبرعات او اللي هو في الموقع اللي هو يمكن معروف، السودانيين يمكن بسيطين يعرفوا الحاجه دي او ما اعرف. المهم فحنجمع تبرعات ويدكم معانا، دي اهم شيء، انه نوفر الحاجات دي لكل حي، كل حي يكون فيه محل زي ده. شايفين معاي؟ فاللي هو شنو؟ شيء بسيط الصراحة، هو شيء بسيط، يعني ما شيء مستحيل. يعني كل حي، كل منطقة، مثلا أم درمان، شرق النيل، مدني، في أي حي بسيط صغير في ميدان نركب فيه الحاجات دي. والما عند يعني مثلا عايز يتريض، في ناس عندها أحلام بجد، يعني ما شيء، يعني في ناس مثلا محتاجين للرياضة كصحة، في يعني ناس عايزة تغير جو، ما في مكان. والشيء اللي انا مستغرب منه انه هو شيء بسيط، يعني هنا مثلا انا في اوكرانيا، في اي لفه في اي حي في حاجه زي دي. يعني انت مثلا ما عندك قروش جيم، تنزل تعمل لك عقله بوشب، بتنطط وبتلقى لك حاجات بسيطه بتلعب بيها، وممكن تعمل جيم كامل من الحاجه دي. فانا طرحت الحاجه دي وحنزل اللي هو قريب لينك لجمع التبرعات، والناس تشير معايا الفيديو بقدر الامكان، وان شاء الله نقدر نعمل حاجه ونخدم ناسنا السودان او في اي دوله. والفكره اذا انتشرت ان شاء الله في اي دوله، ما شرط السودان. واقول لكم بيس